لمزيد من المتابعه والتفاصيل تنضم الينا عبر الهاتف من باريس الكاتبه فابيولا بدوي الكاتبه الصحفيه. استاذه فابيولا اهلا بك. اذن الى اي مدى يبدو ان هذا حد الاغلاق التام يبدو ضروريا وقد دخل حيز تنفيذ اعتباره من اليوم في فرنسا بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد؟ اهلا بك. اولا يعني هو بالفعل بات ضروريا، يعني حينما تتخطى البلاد عتبت 50,000 إصابة في اليوم. أيضا هناك المجلس الطبي الذي له الكلمة العليا الآن، ضغط كبير على المستشفيات، على غرف العناية المركزة، على أجهزة التنفس، وبالتالي يعني بعد اجتماعات ما بين الحكومة وبين المجلس، يعني أيضا الأطباء لا يريدون أن يعود، يعني تعود الكرة كما حدثت أخطاء في المرة الأولى، أن يعني لا يستقبلون مرضى، أو أن يعني حالة ارتباك تزود ضغط على يعني الرعاية الطبية. وبالتالي كان قرار الإغلاق، بدأ حظر تجوال ولكن الأعداد ترتفع، ومن ثم الإغلاق بات ضروريا. هل هذا الحظر يشمل كل الخدمات غير الضرورية الترفيهية في فرنسا، أم أنه هناك بعض الخدمات الترفيهية التي تقدم ليست كلها؟ لا لا، كافة الخدمات الترفيهية وكافة المحلات التجارية أيضا، فقط المحلات الضرورية للحياة، بمعنى يعني محل الأطعمة، السوبر ماركات، يعني هذه المحلات التي تتصل بالمعيشة، ولكن حتى محلات الملابس، كل المتاجر مغلقة، كل المطاعم مغلقة، كل شيء مغلق ابتداء من اليوم. حتى يعني هناك يعني كما ذكرت بعض الأخطاء في المرة الأولى، على سبيل المثال أغلق المطار، الآن أغلق المطار بالفعل للسفر، ولكن يمكن لمن يريد العودة أن يعود فورا. هذا لم يحدث في السابق، هناك فترة كي يعود، لأن نحن نعيش في عطلة، فبالتالي هناك من غادر يمكنه العودة، ولكن على سبيل المثال أنا لا يمكنني السفر. أيضا في المرة الأولى تم إغلاق حدود منطقة الشنغن بالكامل، الآن هي مفتوحة ولكنها ليست مفتوحة للمواطنين، هي مفتوحة للسلع والبضائع ولمن لديه عمل يسافر بإذن عمل، ولكن لا سفر للنزهة. لا، نحن الآن عدنا إلى الإغلاق الكامل ما عدا المدارس، وهذا لأنه ثبت طبيا أن الأطفال يعني غير ناقلين للعدوى، ومن هنا جاء تعميم الكمامة منذ السادسة داخل المدارس. هذه تجربة، إذا استمر الوضع في الارتفاع فإن المدارس أيضا يمكن أن تغلق، ولكن لا احنا نحن الآن بيتنا منذ صباح اليوم نخرج بإذن خروج من المنازل، إما للعمل أو للتسوق ما هو ضروري للحياة، على أن لا نبتعد كيلومتر عن المنزل. طيب على التجارب الطبية، التجارب الإكلينيكية الخاصة بإنتاج اللقاحات، يعني يبدو حتى الآن أن حجر السكان هو السلاح الأقوى ضد الفيروس وفرض حظر التجول، ولكن هل لدى فرنسا أيضا خطة على الجانب الآخر تقوم فيه بتجربة لقاحات ربما تعول عليها في المستقبل؟ بطبيعة الحال فرنسا، ألمانيا، العديد من البلاد الأوروبية، وبالأمس كان هناك اجتماع وتم التصريح من المفوضية الأوروبية أن حينما يكون هناك لقاح فعال فإنه سيكون متوفر على مستوى أوروبا بالكامل في نفس الوقت. ولكن يعني كما أعلن الرئيس ماكرون في كلمته الأخيرة أننا علينا ألا ننتظر لقاح في أوروبا فعال وتم تجربته ويعني اعتماده قبل صيف العام القادم. شكرا لك السيدة فابيولا بدوي، كنت معي عبر الهاتف من باريس.